2022 نحن اليوم بملعب شانفيل بديك المهدي. شانفيل صاحب الأربع عم يستقبل بيبلوس. شانفيل صار لعبين ثلاث جيمات ربحان 2 وخسران 1. كان خسر أول 1 ضد دينامو, رجع ربح ضد أنيبال ورجع ربح ضد الهومنتمن. أما تاني فريق يلي هو بيبلوس لعبين 4 جيمات, خسر ضد الهوبس, خسر ضد بيروت, خسر ضد الحكمة, رجع ربح على أطلس 83-61. يعني رجع لعب 3 جيمات إذا فينا نقول ويا خسرون بيبلوس, بس رجع لعب جيم كثير حلو كان ضد أطلس, ومثل ما قلت ربح 83-62, فرق 19 نقطة. جلس إذا فينا نقول بيبلوس. هيدا لازم يخوفوا شوي لشانفيل اليوم. شانفيل فريق أكيد أحسن, أكيد أحسن من بيبلوس, بس الملعب بيقرر, الملعب بيقرر, خاصة أنه اليوم مثل ما قلت لكم طالعين من ماتش ربحانين ضد أطلس, ما كان جيم هين, جيم لا بأس به. عملوا ماتش حلو بيبلوس, خلينا نشوف شو رح يعملوا. الفريقين على أرض الملعب, شانفيل بالأبيض صاحب الأرض, وبالأزرق بيبلوس. أول 5 من شانفيل: ميغيل مارتينيز, مروان زيادي, باتريك بو عبود اللي رجع من إصابة كان غاب عن ماتشين, إبراهيم حداد وجابرييل صليبي. بالنسبة لبيبلوس: ويليام صوان, صقر توفيق صقر, محمد سكيف, جوي سلوم, وبشارة بستاني. الجامبور رح تكون بين مروان وويليام. جامب بول, ويليام بتروح عن سلوم. اول طابه مبلشه مع بيبلوس, خلينا نشوف. زق اول سله بالجيم بتكون من سلوم, بفوت على الباسكت, حلوه من السلوم. عم شوف شو عم يلعبوا ديفنس مان تو مان, عم يلعبوا بيبلوس. حداد, حداد من ثلاثة ما بيحط, الريباوند عالي لباتريك, باتريك بحط باتريك نقطتين بعدل السكورز. يعني باتريك على الفور رح يساعدهم كثير لشانفيل. صقر صار من ثلاثة ما بيحط, ريباوند لابراهيم حداد, دغري لرالف, باتريك بو عبود بيلعب باس بتنقطع من الصقر, الصقر فاول, فاول على باتريك. اخر الوقت غير ومحل جابرييل صليبي, فات رالف عائل. عند الصقر صوان, صوان لسكيف, هاند اوف سلوم, 18 لك. فاول على ابراهيم, فاولين على شانفيل, ولا فاول على بيبلوس. سكيف لوحده على الثلاثة, بحط سكيف أول 3 نقط بالجيم, 5-2. رالف يلعب لابراهيم, بجرب يقطع البستاني عن جديد لرالف, ما بيحط. هيدي المخاطرة إنه تجرب تقطع الطابة, دغري حدا بيفضى إذا ما عملت الستيل. الطابة مع شانفيل, وعبود لرالف, زيادة وعبود كمان, هي زيتها الصقر نفسها, بيرجع بيقطعها مرة تانية وبيفوت. لا
بيوقف صح، هيدا اللي عمله صح. صوان صوان من ثلاثة ما بيحط، صعب اوف ذا دريبل يا صوان. تبرو عن باتريك، باتريك بيوصل على السلة ما بحط، تب من مروان زيادي. خمسة أربعة، حلو هالباس، حلو هالباس يا بستاني، أسيست حلو من البستاني، ونقطتين للسلوم، أربع نقط لسلوم. سبعة أربعة، ميغيل لباتريك، باتريك بفوت على الباسكت تنقطع وتوعد السلوم لتاني ميل يا سلوم، تأخرت. صقر بستاني من ثلاثة، ريباوند باتريك دغري لميغيل، عم يلعبوا اثنين جاردز اليوم. ميغيل بفوت على الباسكت بيوصل، لازم تحطها يا ميغيل، اوفنسيف ريباوند ما بيستفيدوا منها. بتصور بعد ما فادوا بشوي الجيم، عم نحكي عن شانفيل، شانفيل كمان مان تو مان. توصل على الصقر، صقر هوك شوت، خمس نقط للصقر، تسعة أربعة. بيبلوس بلش منيح، بيبلوس حداد رالف تبرم عند حداد، فيك لبرا باتريك ثلاثة بحط، باتريك ثلاث نقط، بو عبود خمس نقط، تسعة سبعة. بستاني صوان بيلعب لسكيف، بياخد الفاول من حداد، هيدا الفاول تاني على ابراهيم. سلوم بياخد سكرين، بجرب يفوت بالنص، ستة على الشوت كلوك، بيلعب حلوة حلوة الفايد اواي ما بتفوت من البستاني. باتريك عجديد لرالف، كمان سلوم بجرب يقطعها، لباتريك تنقطع، أربعة ثلاثة على الشوت كلوك، بشوت من بعيد ميغيل، ميغيل بحط ثلاث نقط من بعيد بعيد، عشرة سبعة لشانفيل، أول مرة بيتقدموا بشانفيل بالجيم، نقطة وأول ثلاث نقط لميغيل. سكيف سلوم عم يبرموا صح، عم يشتغلوا صح، بيبلوس كله عم يركض، الفريق كله يلي معه الطابة واللي ما معه الطابة. هداف فريق بيبلوس هو بشارة بالثاني ب 14 نقطة، وراه ويليام صوان 12.5 نقط بالجيم عم نحكي. الريباوندز 7.8 ويليام صوان، صعبة صعبة، بس الدائدين وراه ب 6.8. ابراهيم حداد بفوت على الباسكت بمضايقة من البستاني، صوان بالاسيست، توفيق صقر 4.2، محمد سكيف 4 بلوك شوتس، جورج سعيد 0.3، وستيل جوي سلوم 1.7. تروح عند ميغيل، فاول فاول على الصقر، اوت اوف باونز. لكن فاول على ميغيل، هلا الحكام بيقعدوا مع طاولة الحكام
وأول فاول ما كان على إبراهيم حداد، أول فاول كان على ميغيل مارتينيز، ففاول على ميغيل، فاول على باتريك بوعبود، وفاول على إبراهيم حداد. فاول واحد على فريق بيبلوس، هو على الصقر. ميغيل كمان عم يركضوا منيح كلهم. باتريك بوعبود، سابع نقطة للبوعبود، 12-9. شانفيل صوان عم تبرم على السلوم، عم يتأخروا. صقر لتاني ميل، هلا الصقر، سكيف للصقر، اسيست، ثلاث نقط، 12-12. اول ثلاث نقط للصقر. ميغيل تبرم عند رالف، حداد لبرا لميغيل، ميغيل ثلاثة، لا رالف بيجيب الاوفنسيف ريباوند، وعبود شوطه ما تفكر فيها عم تحطهم. ها سمعني، اير بول، باس حلو يا باتريك، شو هالاسيست يا باتريك، توصل عند الحداد، اول نقطتين للحداد. ستيل تروح عند الحداد، بيلعب برا على الثلاثة، رالف ما بيحط، ريباوند للصوان. سلوم بده يكون أسرع على الأوفنس وعلى الديفنس، فاول على رالف. أربع فاولز على شانفيل، كل فاول باثنين فري ثروز، دقيقتين و23 ثانية ليخلص الكوارتر الأول، 14-12 شانفيل. صوان ثلاثة، ميغيل اوفنسيف ريو بيلعب سريع للحداد، هيدا قوي فيهم الحداد، قوي فيهم، بيركض، والاسيست حلو كتير من ميغيل. سلوم بيلعب لباسل، باسل تحت السلة ما بيحط، لازم تحطها يا باسل. زيادة ميد رينج بعيدة، حج لا ما بيجيب الريباوند، باتريك ميغيل بفوت على الباسكت بيده الشمال، ميغو، خامس نقطة لميغيل، طلعوا الفرق لستة، 18-12، دقيقة ونص ليخلص كوارتر الأول، هداف فريق شانفيل ب 15.7 هو إبراهيم حداد، أكثر لعيب بيعمل ريباوندز بسبعة هو عمر جمال الدين، 8 على الشوت كلوك. سلوم بيقطع رالف دغري لابراهيم، ابراهيم قلت لكم قوي على الفاست بريك، بحط باسكت ان مع فاول على البستاني، بشاره على طول من اولى، فاول ما لازم يحط سله او اتركه. الي ريستوم اكثر لعيب بشانفيل بيعمل اسيست ب 4.3 بلوك شوتس، باتريك بوعبود 1.3. ستيلز عمر جمال الدين ب 3.3، صوان بيرتاح بفوت محله سعيد، اسم الله سعيد، ثلاث اخوه شباب، ثلاثه بيلعبوا باسكت. اند 1 20-12، سبع نقط للحداد. الحج بيقطع ميغيل، حلوة كانت بيك رول، ميغيل بسرعة بيرجع لورا بيقطعها، بيلعب لبرا، بفوت بيلعب لبرا، وثلاث نقط، ثلاث نقط، ميغيل عم يعمل شغل كتير كبير،
عائل اول ثلاث نقط له، طلع الفارق ل 12. سعيد باسل حاج سعيد عن جديد، حلو يا سعيد، اول نقطتين له بالجيم 24-14. اخر اتمت لازم يكون بالجيم للشانفيل. رالف فاول، تاني فاول على البستاني. باتريك اكتر لعيب عامل ريباوندز باربعة لهلا. حداد بيك رول ما زبطت، بكير لعبت، بكير لعبت عند الحاج بايده الشمال ما بحط. باتريك ثانيتين، ثانية بحط على البازل، اخذ وقته وطلع حط لاي اب 26-14 وتسع نقط للحداد. تلكن ابراهيم حداد هو هداف فريق شانفيل ب 15.7. وبأكثر أكثر لاعب حط للشانفيل بجيم واحد سكور هو إبراهيم حداد 25 نقطة حط بجيم، وراه بيجي 19 جابرييل صليبي وعمر جمال الدين 19. اليوم إبراهيم شكله بده يكسر هالسكور 25 نقطة بالجيم، 25 نقطة بجيم واحد، تسعة عنده بأول كوارتر مع أنه ما كان مبلش كتير منيح. 26-14 سكور، 12 نقطة فرق للشانفيل، مرتاحين بأول كوارتر. بذكركم بحكامنا الثلاثة اليوم رباح نجام، بول سقيم وجينيفر عموري. كوتشي اثنين مروان خليل شانفيل وجورج اسحاق، جاسبار اسحاق لعطوا لبيبلوس، عطوا كل الانفو اللي لازم يعطوها التعليمات ليبلش الكوارتر الثاني. خلينا نشوف شو راح يصير. جابرييل وعمر ابراهيم ميغو ميد رينج ما بيحط، ريباوند عالي مروان بيقطع الصقر، ثالث سيل للصقر بالجيم. باسل لبرا، حج بفوت على الباسكت بحط نقطتين، عمر الحج اول نقطتين له 26-16 شانفيل. ابراهيم بيلعب على اللو بوست لمروان، جابرييل اثنين كروس اوفرز بيقطعوا الطابه على الاوت، جابرييل عم يطالب بفاول. اثنين على الشوت كلوك، فاول اكيد فاول عاطل هيدا من الحج، بعد في اثنين على الشوت كلوك ما لازم زيادة. جابرييل، جابرييل ميد رينج قوية، باسل الريباوند بيلعب للبستاني، بستاني بايده الشمال ما بحط، ريباوند جديد للشانفيل هالمرة لعمر وفاول.
ميغيل إبراهيم. ميغيل عن جديد. إبراهيم بفوت على الباسكت بيلعب لبرا لميغيل. ميغيل اكسترا باس لعمر. عمر ثلاث نقط قوية، بدك تعليها أكثر، أنطرها أكثر يا عمر. صقر بستاني بيلعب لسعيد. سعيد نو باسكت فاول على مروان زيادة أوتسايد. هداف الجيم لهلا إبراهيم حداد بتسعة. أكثر لاعب عامل ريباوندز باتريك بوعبود خمسة. أكثر لعيب عامل أسيست ميغيل مارتينيز اثنين. ستيل من ميغيل. شوفوا كيف بعد ستيل دغري على الفاست بريك ميغو. نقطتين اشتاد لميغيل. سبع نقط لميغيل. 28-16. صاير ميغيل بجرب يسرقها بيعمل فاول. وقت بدك تعمل ستيل بدك تكون مأكد 100%. عمر. عمر بيفوت على الباسكت بحط نقطتين. رابع نقطة لعمر. جابرييل. حداد. حداد بيفوت على الباسكت 11 نقطة للحداد. متل رقمه 11-11. سعيد باسل حج صقر عاطلي. شوفوا شوفوا الباس العاطي الاول شو اسمه. حلوه حلوه ورا ظهرك يا ميغيل لعمر. عمر بفوت بايده الشمال فيها ريحه فاول. بجرب يجيب الاوفنسيف ريباوند ما بيقدر. كريم سلام بفوت على الجيم محل مروان زيادة. صقر بيلعب لسعيد. سعيد ووكينج تيرن اوفر. صليبي عم تبرم عند عمر. حداد ميغيل ثلاثة. ميغيل والعان اليوم ميغيل. عشر نقط لميغيل. 11 لحداد 10 لميغيل. أكثر لعيب ببيبلوس حاط نقط هو سكيف خمسة. سعيد بفوت على الباسكت. عجقة كثير يا سعيد. عجقة كثير جورج. بياخد الفاول. هاي أول مرة بيوقفوا على الفري ثرو اليوم بيبلوس. وحدة من وحدة. وحدة من اثنين. ثالث نقطة للسعيد. فاول على الصقر. أول فاول على الصقر. ثاني على الصقر. ست دقايق و 18 ثانية ليخلص الهاف الأول. ثلاثة فاولز على شانفيل، اثنين فاولز على بيبلوس بهالكوارتر. سكرين قوي ميغيل على الارض. اوت اوف باونس ميغيل. بعدنا من اول جيم مان تو مان الفريقين. صليبي ميد رينج ما بيحط. ريباوند عند عمر.
عمر بفوت all the way بيده الشمال ست نقط لعمر بنزل فرق ل 12 عطول بقلكن هيك بدك تلعب سريع اذا قدرت تفوت على الباسكت عظيم ما قدرت بتهدي وبتلعب الجيم جابرييل ميغيل لبرا لعمر اكسترا باس حلوة كيف برمت لا لازم احكي لابراهيم ينط شوي اكتر ينط شوي اكتر هو عم بيشوت ما بينط ابدا بالشوطة سلوم سعيد توصل عند سعيد وستيل حلو كتير من عمر عمر بيلعب لابراهيم ابراهيم ابراهيم هيدي اوتو فاست بريك بيركض وقوي وسريع و13 نقطه لابراهيم طلع الفرق ل 14 عمر صائر ثلاث نقط من الصائر ثمان نقط للصائر بنفس الفرق ل 11 35 24 ابراهيم سلام جابرييل فاول على سلوم سلوم ما عجبه وجوتش كاسبار كمان ما عجبه الصفرة باتريك بو عبود بفوت محل جابرييل صليبي عمر باتريك ثلاثة ميغيل قوية كريم سلام فاول دفش كريم رالف محل ميغيل صاير سكيف تبرو عن صاير عن جديد من ثلاثة ما بيحط ريباوند عمر باتريك باتريك بفوت وبياخد الفاول عسكيف اول فاول عسكيف والفريقين صاروا بالفاول ترابل ثلاث دقايق و54 ثانية ليخلص الكوارتر الثاني الهاف الاول اول فري ثرو برا كمان الفريقين ما واقفين على الفري ثرو اثنين فري ثروز اخذوهم البيبلوس وهيدي ثالث فري ثرو ل شانفيل واحده من اثنين لباتريك ثمان نقط سكيف بيلعب لسعيد سعيد بياخذ الفاول اثنين فري ثروز اول فري ثرو ان ثاني فري ثرو كمان خمس نقط لسعيد صوام بيرجع يفوت محل سعيد أكبر تقدم بالجيم كان 15 نقطة لشانفيل هلا الفارق 10 بيبلوس قدر يتقدم بخمسة رالف كريم باتريك لرالف عمر رالف عن جديد عمر 7 شوت كلوك
بفوت على الباسكت بايده الشمال ما بيحط بياخد الفاول. اثنين فري ثروز لعمر. ثاني فاول على عمر الحاج. اول فري ثرو ان واول نقطه لعمر. 2-2 صائر بيلعب لسكيف سلوم حج ستيب باك صوان 6 على الشوت كلوك. تيرن اوفر عمر. رالف تيرن اوفر عزيح. جابرييل بيرجع بفوت محل ابراهيم. ابراهيم هداف الجيم ب 13 نقطه. هو الافريج عنده 15.7. سلوم صاير بيك الرول عملوا سويتش. شوفوا بيرجع كل واحد بيرجع عمانه. حج عم بفوت كتير بالعجقه بس بياخد الفاول على طول. بنقول وقتها بده يفوت على الباسكت حدا من اللعيبه بيفوت على الباسكت باقي اللعيبه يفتحوا الملعب. يعني هلا مروان زياده اخده دفع عليه، لو كان بعيد عن السله صوان ما كان قدر يساعد. ما بحط الفري ثروز. 38-26 جابرييل عمر باتريك. 2:13 ليخلص الهاف الاول. 3 بحط عمر جمال الدين. 5 نقطة لعمر. عالرايق عالرايق عمر. 41-26 ستيل كمان من عمر. هيدي فيها كبسة ضف حلوة يا عمر. مرتاح على الفاست بريك قرشة. طلع الفريق على السريع. صوان سلوم كتير عم يشتغل صح مروان على الديفنس. عم بيساعد وقتها لازم يساعد ويرجع دغري على مانو على البيك الرول. عم يطلع ياخد وقتها لازم يعمل سويتش. عم يعمل سويتش وقتها لازم يعمل هج. يعني اوقات بيطلع على البيك بياخد المان بيضلوا معه وبيرجع بعدين على مانو. وفي اوقات ثانية ثانيتين بيضل يرجع مانو للي عمل سكرين اللي اخذ سكرين. مروان زيادة نقطتين. ثانية ثانيتين بيدافع وبيرجع على مانو. رابع نقطة لمروان. صوان سكيف بول اب صعبة. جابرييل عمر بيطلع بلوك شوت بس مروان بياخذ الطابه وبحط سادس نقطه له. 25 ثانيه ليخلص الهاف الاول. 47-26 ثلاث نقط من الصوان. اول ثلاث نقط له بالجيم.
ستة خمسة أربعة لازم تشوت. جابرييل بيشوت ثلاثة ما بيحط هيك. مشاهدين الاس بي اي بيخلص الكورتر الثاني الهاف الأول 29-47 الفرق 18 نقطة لشانفيل. هاف أول كتير مرتاح لشانفيل، بلشوا عاطي الأول 3-4 دقايق بعدين رجعوا فاتوا بالجو لعبوا الجيم تبعون. أنا عم شوف إلي رستم شوي عم يعروج. سلامتك يا إلي، ما كان عنا علم أنه عنده إصابة، هلا بنسأل عنه. مشاهدينا خلينا ناخد بريك وبنرجع معكم بالهاف الثاني من على الاس بي اي اكيد من ديك المحدي ملعب الشانفيل. شانفيل عم يستقبل بيبلوس وربحان عليه 47-29. بنشوفكم بتاني هاف.
مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد من ديك المحدي من ملعب مدرسه الشانفيل. الشانفيل عم يستقبل بيبلوس وربحان عليه 47-29، فرق 18 نقطه. هاف اول مثل ما شفنا على الاس بي اي، هاف اول كان هين اذا فينا نقول، مع انه التبليشه كانت عاطله لشانفيل ومنيحه لبيبلوس، بس رجع رجلاج. معي هلا استاذ جهاد حداد. عيط لك جهاد، نحن بنعرف بعض من نحن وصغار، من 96 فيزيوثيرابيست بالمنتخب بالاندي وين ما كان انت معنا. جهاد، هلا انت اطلس انترانيك شانفيل، كيف عم بتشوف البطولة؟ كيف التعويرات عم بتكون فيها؟ كتيرة قليلة بالنسبة لأيام غير؟ شو الوضع السنة بالبطولة بالنسبة للإنجليز؟ نحن بالباسكتبول لأنه بنحب الباسكتبول قبل كل شيء. مزبوط. وسوري أنت مسؤول عن الدوبينج بوادا وبكل يعني المحلات، نجرب ما يكون في conflict of interest. نحن بالنهاية بنهتم بصحة اللعيبة وين ما كانوا بحي الله أندية، ومع اللجنة الطبية بالاتحاد ومع الزملاء. إجمالا أكيد بعد هالسنتين التوقيف تعرف للكوفيد واللوكداون أثر كتير يعني على البرفورمانس، وأثرت كمان لأنه ما كان في جيمات. دونك نحن البارتي اللي هي تحضير اللياقة مهمة، بس كمان لعيبة يتعودوا يلعبوا ضد بعضهم ينزلوا على الكوت it's very important. لون كان تشالنج تبعولنا نحن بالبريفنتيف نهتم بالانجوريز تا يوصلوا قد ما فيهم، ما يكون في اوفر يوز انجوريز ووقفوا فتره رجعوا صار عندهم شويه اوفر تريننج. دونك هيدا بتعرضهم لاصابات اوفر يوز اكثر من ما هي كونتاكت انجوريز. صح، وهذا اللي عم نشوفه ببعض مع بعض اللعيبه يعني انفورشنتلي. اوكي، على سلامه كل اللعيبه، بس الاهم من هيك بدي اسالك عن دوبينج. من زمان لهلا عم بيكون في حالات بلبنان دوبينج وهيك، ما بينحكى فيها كتير بركة، ما بتكون على الإعلام، بس في منا هاي هلا بهالأيام في منا ولا ما في؟ نحن وليد تعرف بلد صغير وفي شيء اسمه وادا كود، وفي هلا ستاندردز وكمان كود جديد بال 2021 بعد التوكيو أولمبيكس، وهيدا applicable صار من أول السنة وبعد الأولمبيك جيمز. دونك نحن بلبنان compliant للكود للقانون، ولكن الإمكانات أكيدة على أدنى بدعم يعني من الوزارة ومن اللجنة الأولمبية ومن اتحاد الكرة السلة والاتحادات كلهم، وهلأ عنا الماراثون كمان جاي. دونك قد ما فينا بنجرب يعني نحن أكيب صغير بالأنتي دوبينج، بنجرب قد ما فينا يعني نفوت بالبريفنشن بالكامبين للإدوكيشن التعريف، وهي بارت صغيرة التستينج. هلأ كل شيء له علاقة بالريزالت مانجمنت إدارة النتائج هيدي بتصير برا لحديت هلأ مش بلبنان تما يكون في conflict of interest يعني. بس ايه يعني من يعني التست ما فينا نفوت يعني التست وقتها ينعمل بينبعت لبرا ايه على accredited lab مش بلبنان من الوادة، وريزالت مانجمنت تنعمل برا. وهلأ صار عندنا National Compliant Platform عن جديد، وفي قانون هلأ بأكتوبر كمان حطوه 2020 لهال National Compliant بتضم كل الوزارات المعنية من وزارة الصحة ووزارة العدلية ووزارة التربية كرمال هالموضوع. طيب عم تبعته هلأ ولا بعد ما في بعد؟ بلن عمل خمس تستات باللجنة الأولمبية، وكمان راحوا على مختبر قطر، وبالماراثون كمان رح بكون في تستات، وكل ما نقدر بكون في تستات لانه كلفتها عاليه. بدي جرب لحق قبل ما يبلش الجيم، انا سمعت عندكم مشاكل مع بقطر، هن بتبعتوا على قطر يعملوا التستات في شويه مشاكل؟ مش مشاكل، بس لانه بهالسنتين كان في توقيف اكيد لهيدا، وفي الوضع الايكونوميكال ما ساعد، هي كله بده بادجت. سو عم بتجرب اكيد تتحلحل الامور ان شاء الله. يعطيك العافية جهاد. Thank you very much. مشاهدينا الجيم عم ببلش، نحن كان بدنا نقعد فينا نقعد ساعات مع جهاد حداد نحكي عن الباسكت والدوبينج وشو عم بيصير بالبلد بهالقصة، لأنه هيدي شغلة كتير مهمة لازم كل يبعد عنها. هيدي كتير بيشوفوها طريق
سريعه للنجوميه ولواحد يعطي بيرفورمنس احسن وهيك، بس كثير مضب كثير مضره للصحه كثير. بقى انا بنصح من عندي كل واحد بفكر ياخذ منشطات او يفوت بهيدي انه بيصير عنده البيرفورمنس احسن، بيصير يلعب احسن وهيك، هيدي زعبره. ومش عم بتزعبر انه عم بتزعبر عادي، يعني انه عم بتزعبر بصحتك، اخر شيء بتطلع بصحتك، بتطلع باولادك. هيدول لازم ينتبهوا لهم كل اللعيبه. ما بعرف ليه بعد ما بلش الجيم الحكم رباح نجام بقرب على الطاوله، في شيء بالسكور بورد بركي. الوقت 9:24 بعد ما بلش الجيم، بده ينعمل ريست للوقت. لكن الخمسه اللي عم يلعبوا هلا ميغيل مارتينيز، مروان زيادي، باتريك بو عبود، عمر جمال الدين، ابراهيم حداد من الشانفيل، جوي سلوم، ويليام صوان، صقر سعيد، وبستاني بستاني ولا نقطة بهالجيم. أنا حكيت كنت عم بحكي مع الكوتش وحكيت معه ل بستاني إبراهيم، قلت له لازم يكون انفولفد أكثر بالجيم. صوان 3 نقط أوف ذا دريبل، 47-32. بقى كنت حكيت مع الكوتش وحكيت معه ل بستاني ما بيصير لعيب مثله عامل 3 أتمس بهاف واحد مثل هلا، يعني في جيمات بيكون بيختفي من الجيم، لازم اللعيب. باتريك بيلعب لمروان، اسيست رائع لمروان، ومروان نقطتين. كنت عم بقول لكم لعيب مثل ابراهيم ما لازم يختفي بالجيم ابدا، يعمل 3 اتمس، لازم يكون عنده مينيموم 15 اتم بالجيم. بقى لازم هو 3 نقاط برا الطابة مع بيبلوس اوت على باتريك. بقى لازم هو يكون انفولف اكتر، لازم يعلى صوته، يعني لعيب الباسكت ما لازم يكون كتير ادمي مهذب مع اصحابه مع هيك انه لعبوا لي الباس، لازم حتى يستعمل كلمات زفرة معلي. يا ما راح اقولهم على التي في، بيب لعب لي باس خليني انفولف بالجيم. ابراهيم حداد بياخذ الفاول، لا ما في فاول. باتريك 3، باتريك 3 نقط، 11 نقطة، 10 نقط لباتريك حسبها نقطتين، دعس على الزيح. 51-32. صوان تيرن اوفر. هلا بيبلوس ما عم يعملوا شيء، هالنزلتين ضايعين اذا فينا نقول. باتريك كمان ستيل، بتروح عند ابراهيم. بستاني بشاره هيدا مش ابراهيم. فاول على باتريك. بو عبود تاني فاول على باتريك. صوان صقر بيلعب لسعيد، ما بحط السعيد، تب توصل على السعيد عن جديد، سعيد سلوم لوحده برا بياخد الفاول. تصفرت اوت اوف باوند اوت، ما بحط البستاني بشاره. ابراهيم عمر 3، ريباوند عند الصقر. زون ديفنس اول مره بالجيم،
شوفوا كيف خلصها ميغيل. مروان بحط مروان بمضايقة سعيد بيطلع الفارق ل 21 53 32. صوان ثلاثة ما بيحط تب على الصقر بايده الشمال بستاني، اول نقطتين للبستاني بالجيم، خمسة اتمس للبستاني بالجيم لهلا. عمر صعب يا عمر، عمر مثل ما عم شوف بحب يفوت على الباسكت بايده اليمين ويخلص بايده الشمال. سعيد في استعجال وفي هوجنة في ضياع، ميغيل بحط نقطتين، 12 نقطة لميغيل. ٣٣ لابراهيم حداد، 12 لميغيل، 10 لمروان زيادي، 6 للصقر، 6 لصوان، 6 لعمر الحاج. وستيل بتروح عند الحداد، حداد بفوت على الباسكت لوحده بحط نقطته ال 15. 57-34 23 نقطة الفرق. رجعوا مان سعيد، سعيد صعبة. ميغيل باتريك بفوت على الباسكت ما بيحط، صوان تب عن سلوم وعلى الاوت من ميغيل. اوت اوف باونس سعيد، بدي اشوف بيبلوس عم يعملوا شيء، عم يتحركوا، عم يلعبوا خطة، ما عم يعملوا شيء لهلا، ما عم يعملوا شيء، هيك ما رح يقدروا، ما رح يقدروا يرجعوا يفوتوا بالجيم ابدا. 4:35 ليخلص الكوارتر الثالث. ميغيل بيك رول بيلعب لبرا ما بيحط، ابراهيم عم نحكي حداد، سلوم سكيف، سلوم عن جديد بستاني، سكيف لوحده على الثلاثة، تروح عند ميغيل. عمر ثلاثة قوية، اوفنسيف ريباوند لباتريك وبتفلت منه، طابة مع مين؟ طابة مع بيبلوس. جابرييل بفوت محل مروان زيادي، باتريك بوعبود، مروان زيادي 7 ريباوند، رالف عائل 5 ريباوند 5 اسيست. صائر ثلاثة بستاني، ميغيل دغري لجابرييل بيلعب لعمر بتفلت منه. الفريقين ما عم يلعبوا منيح بهالفترة، 3:30 ليخلص الكوارتر الثالث. هلا برمت صح، شوفوا وصلت فاضي ما حط، بس وصلت فاضي على ثلاث نقط للبستاني. ابراهيم 2 فري ثروز لابراهيم، اول فاول على سعيد. ان تا
تاني فري ثرو كمان اثنين من اثنين. سبعتاشر نقطة للحداد. حج عمر سلوم سكيف هلا عم يتحركوا صح. سكيف عن جديد سكيف خلص الوقت. لازم شوطة يا سكيف. وصلت لعندك ميد رينج شوطة. رالف لباتريك جابرييل عمر لحاله قوية. سكيف تبرم عن سلوم. سلوم كروس اوفر حلوة بيده الشمال ما بيحط. رالف لجابرييل بوم بانج. ايش اور جور جابرييل جور الك حق جور. شو حلوة الكبسة. سكيف ووكينج جاد ناصر بفوت محل عمر. ايييي شو حلوة. ليكو 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 العبسة عطية. جابرييل لجاد باتريك ثلاثة ما بيحط. سعيد ريباوند وبيعطي سلوم. تيرن اوفر أربعتاش خمسة هالكورتر. الأول 26-14 لشانفيل، الثاني 21-15 لشانفيل، 14-5 هالكوارتر. خمس نقط بس حاطين بيبلوس. جاد ثلاثة ما بيحط. ريباوند لباتريك صليبي ما بيحط. هالمرة الريباوند للصار. باتريك بوعبود تسعة ريباوندز. تون اوفر جديد 18 تون اوفر على بيبلوس كثير. 18-8 لشانفيل. جاد ابراهيم ابراهيم جاري بيفوت على الباسكت. تون اوفر التاسع صائر. حاج ما عم يعملوا شيء هلا. سلوم حاج بلوك شوت واوت. بلوك شوت من بو عبود. هيدي موف حلوة مثلا اشتغلوا صح. فدي الحاج لازم يحطها تحت السلة. اخذ الفاول. عنا باتريك عبود 10 نقط مع 10 ريباونز. حاج اول فري ثرو ان. تاني فري ثرو برا. باتريك بو عبود ريباوند ل 11. ثلاثة اثنين ليخلص الكوارتر.
هيك بيخلص الكوارتر الثالث بفاول. عنده ثلاثة فري ثروز باتريك بو عبود. فاول ما له طعمه يا عمر. ثلاثة فري ثروز لباتريك. اول فري ثرو ان. تاني فري ثرو كمان ان. ثلاثة من ثلاثة. 13 نقطة مع 11 ريباوند. 2 اسيست لباتريك بو عبود. راح الجيم 29 نقطة. 64 35. بهالكوارتر 6 نقط بس حطوا. 6 نقط بس حطوا بيبلوس مشاهدين اس بي اي. 6 نقط بس يحطوا بكوارتر كتير قليل. لازم يشتغلوا احسن على الاوفنس. على الديفنس منهم عطلين. حطوا 16 نقطة شانفيل. بس على الاوفنس كتير عطلين عم بيكونوا بيبلوس. ما عم يلعبوا السيستم طبعاً. مرتين او ثلاثة بكل هالكوارتر لعبوا خطة او لعبوا شيء. وصلت طابة فاضية عندهم على الثلاثة. شاطوا ما توفقوا. بس وقت تكون عم تشوت على الفاضي لو بتحط برا قد ما بدك شوت. ما في مشكل. بس بدك تخلق اللعيب الفاضي. مش عطول وان اون وان بدنا نفوت. مش عطول بدنا نشوت اندر بريشر. بدك اشتغل خططك لشو بتتمرن ونشحوا. وقت عملوه المرتين او ثلاثة نشحوا الخطط قدروا ياخدوا اوبن شوت. ما توفقوا. بس هيدا اللي لازم يصير. هلأ بنرجع منقول انه قلة الخبرة كمان بتأثر. قلة الخبرة لعيبة صغار ما لعبانين كتير درجة أولى. هلأ فايتين على البطولة جديد وهيك بدهم وقت ليفوتوا بالجو. وبدها وقت ليأخذوا خبرة. يعني ما هينة للعيبة. كتير من اللعيبة أول سنة أو تاني سنة بيلعبوا درجة أولى. فبدها وقت الخبرية. شوي شوي عم نشوف انه الفرق الخمسة الاولى اللي دايما منعيدهم يلي هن شانفير رياضي حكمة بيروت في فرق بينهم وبين الفرق السبعة الباقي. طابع بجربوا ياخدوها بيبلوس بس هي مع شانفيل شكلها. لنشوف الحكام. طابع ابيض. زون ديفنس. رالف. عمر. جابرييل. ميغو ثلاثة. ميغو بحط ثلاث نقط. 67 35. 15 نقطة لميغيل. عبدو بستاني. صوان لسلوم. عبدو يفوت على الباسكت ستيل. عمر. جيب. جابرييل صليبي النكنيم تبعه جيب. هلأ بيو لجيب ربيع صليبي. أكيد مين ما بيعرفه لعيب قديم مجمع العشيرة كلها بأبروس وقاعدين عم يحضروا الجيم. ميغيل 18 نقطة لميغيل. 3 نقطة تانية. عملنا بلارنا كجمعة ومشيوا بالشباب. فاول. شوف اذا باسكت ان. باسكت ان للصوان.
بتمنوا أطلس صوان. أنا بقول أوف بعيدة كتير. أنا بقول كمان 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 سمعني عبقول له بيك عم يحضرك سمعني وطلع فقشة سوين. سلوم على الثلاثة ريباوند لجابرييل كمان 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 اسيست من ميغيل. ميغيل عم يعمل كل شيء اليوم. ثالث اسيست له 18 نقطة. هلا انا برأيي كوتش مروان سوين بياخذ الفاول 2 فري ثروز. كوتش مروان لازم يفوت كتير لعيبة يريح لعيبة الأساسية وفوت الصغار. الفرق بدها كالكوليتر 33 نقطة. سو لازم يبلش يشارك لعيبة صغار أكتر. باخر 8 دقايق من الجيم صوان 2 فري ثروز 10 نقط لصوان. جابرييل موف لبرا ثلاثة جاد ما بيحط صوان جاد ستيل جامبول طابة مع بيبلوس مفرج عبدو عبدو فيك بفوت على السلة وبلوك شوت من الصليبي. صوان لسلوم بستاني فاول على ميغيل. تالت فاول على ميغيل وتالت فاول بهالكوارتر على شانفيل. ولا فاول على بيبلوس. صوان صائر صائر بيحط من نقط للصائر 41-74. جابرييل عمر جابرييل ميغيل عبدو تيرن اوفر. عشرة أربعة الكوارتر. جاد ميغيل عمر ميغيل ميغيل نقطة العشرين 76-41. عبدو بستاني لا لا اليوم ابدا ما بيجو الجيم بستاني بشارة. سوين فاول اوفنسيف فاول دفشوا بيده الشمال. خفيفة الجيم فرق 35 نقطة بتركها ولا شو اسمه فاول. ميغيل كريم جابرييل ثلاثة ما بيحط باسل ريباوند للصائر
صاير. بستاني ثلاثة. ثلاث نقط للبستاني. خامس نقطة. جاد. عمر. عمر بحط نقطتين. تسع نقط لعمر. فاول على جابرييل. صائر يلعب للبستاني. عن جديد صائر. فاول. عمر. اول فاول على عمر واثنين فري ثروز. خامس فاول هيدا على شانفيل. فاول واحد على بيبلوس. اول فري ثرو ان. واحدة من اثنين. تسع نقط للصائر. ميغيل. جابرييل. بجرب بيلعب. توصل. توصل لكريم. عم تبرم. عشر عشاتك. ستيل لكريم بتضل. عمر. عمر بيده الشمال. انا شفت فيها فاول. فاول باسكت ان. هاي اوفنسيف ريباوند وباسكت. كمان ريباوند جديد لعمر. ما بيحط. صوان. يلعب لابولوس. ثلاثة قصيرة عند جابرييل. بيقطع البستاني. الصار بيشوت ثلاثة. بحط الصار ثلاث نقط. 12 نقطة للصار. عمر. جابرييل. جابرييل ثلاثة. جابرييل بحط ثلاث نقط. تسع نقط لجيب. 83 48 3 دقايق ونص ليخلص الجيم. باسل. باسل بفوت على الباسكت. اوفنسيف ريباوند ما بفوت من البستاني. صقر. ما بيحط. تب من باسل ما بتفوت. بولوس. نقطتين لبولوس. جابرييل. جاد. جابرييل. ميغيل. ما بيحط. انا بقول يعني لازم يلعبوا اكثر مع الصغار شباب شانفيل. عم بحكي عن الفريقين يعني، بس شانفيل لازم يلعبوا بهيك وقت، لازم يلعبوا اكثر مع الصغار، يلعبوا لهم يحطوا بينبسطوا. ياي ياي ياي. ما ببين عليك يا محتال، ما ببين. عمر كبسة ولا أحلى، والأسست حلو كمان. صاير. تروح عند ميغيل.
اليوب يرجع بيجيب الريباوند فاول. عمر جمال الدين عمل دبل دبل 13 نقطة مع 10 ريباوندز. أول فري ثرو إن عمر. تاني فري ثرو كمان إن 15 نقطة مع 10 ريباوند. باسل ثلاثة ما بيحط. بولوس بيجرب يجيب الريباوند بيعمل فاول. عمر جاد. جاد بياخد سكرين بفوت بيلعب لبرا. كريم الشاقة كمان لبرا ستيب باك قصيري. هذا بزي كمان ستيل بيلعب لجاد. كريم الشاقة كريم مش الشاقة هيدا 77 مش الشاقة هيدا اللي جاب اوفنسيف ريباوند. كريم سلام تاني بزي ميغيل بيعطيها بسمة ليكو ليكو البسمة ايه بيعطيها. باسل تبرم عمر تيرن اوفر عند الصوان فاول على عمر. اثنين فري ثروز للصوان. تسعين خمسين 40 نقطة الفرق 24 ثانية ليخلص الجيم. اثنين من اثنين فير بلاي بتصور هيك بيخلص الجيم مشاهدينا 90 52 38 نقطة الفرق. جيم سيطر عليه شانفيل. عم نحكي فيلد جولز 47% لشانفيل 74 اتمت. البيبلوس 56 اتمت. شوفوا الفرق من 3 نقط 9 من 28 ل شانفيل 7 من 24 لبيبلوس. 48 ريباوندز لشانفيل 35 لبيبلوس. اسيست 24 10 لبيبلوس 13 10 ستيلز لبيبلوس. وتيرن اوفرز 12 22 لبيبلوس. يعطيك العافيه ونحن باكثر. كيفك باتريك؟ منيح انت. ليك جيم هين كان يعني بلشنا اول دقيقتين يمكن غلط عملنا كثير تورن اوفرز. هذا اول جيم نعمل هالقد تورن اوفرز بس رجعنا جلشنا. اللي عم بيشيلنا على طول هو الديفنس يعني 52 نقطه اليوم قبل الجيم 49 47 عم نكون كونسيستنت على الديفنس وهيدي الافونتاج تبعنا. طيب باتريك هن ضعاف ولا انتو كثير قوية؟ لا 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 ما فيك تقول هن ضعاف ابدا. هن تعبوا الحكمه وتعبوا بيروت اول هاف و عم يلعبوا فيري جود جيمز يعني بس عم نعمل فريق كبير. شانفيل فريق كبير السنه يعني
طب وخساره بيروت اول خساره دينامو اول ثائبت يعني شطنا 2 من 20 تخسرنا على فرق 5 نقط هلا هن مش معتبرين عم بقولوا اول بيج جيم ضد امبارح لعبوا ضد بيروت يعني سيزن طويله يعني بطل الذهاب وما بهمه هو بهم بالاخر مين بيربح اه حلو المعنويات هيك هلا انا شايف انا حسب ما شفت للبطوله هلا قلت انه احسن فريقين مبينين هن بيروت ودينامو انت عم تقلي لا انا غلطان في 5 فرق عم بتنافس ايه بقى بكير كثير الحكي هلا وقت الشغل وقت اللعب والتحضير نحكي بعدين عجبتني حبيبي طيب يعطيك العافيه ناسير. بدك تحكي شيء عن موتويتك خلص بعتها مش الحال اه بعتها اوكي يلا مشاهدينا نحن بكره رح نلاقيكم بجيم جيم جديد خليكن على الاس بي اي الجيم مثل ما بقلكن جيمات على الاس بي اي رح تكون منقوله على طول اس بي اي صوت بيروت انترناشونال بكره 5 الا ربع باي